إذن على بركة الله وتوفيق أيها الحضر الكريم أيها المتابعون، نسير بحضراتكم بتعداد شوط الختام الذي أعلنت انطلاقته منذ قليل. كل الشكر والتقدير للجانب المنظم لهذا الميدان، والشكر موصول لكل من أتى للمشاركة لتحركات أشواطنا المتميزة لهذا الميدان. عود بالتهاني والناموس تابعنا غالي الذي قدمت عرض، تشكر عليه بالمتابعة، والشكر موصول لمالكة خليفة بن أبيات بن حمد الرميثي، والشكر موصول لمضمرة حمد بن أبيات حميد بن أبيات الرميثي له جزيل الشكر أبو حمدان للمتابعة. شوطنا يسير أيها الحفل الكريم أيها المتابعون، دعونا نرحب بشوط الختام. انطلق مع صوغة على بداية المسار سلطان خلف المتميز مع هذا الشعار الجميل والمعتاد، نقلة مباشرة إلى المركز الثاني. أتابع هناك فتنة الذي قادمة المرافقة، هناك فارس بن علي بن حاضر المزروعي على المستوى الثاني، بينما هي حاملة رقم 8 بالمتابعة ونقول الذيب بن عم الذي وصلت على المستوى الثاني. المتابع سعيد بن راشد بن بشيط المري على المركز الثاني حتى هذه اللحظات، ومن ثم نعود إلى مركزنا الثالث. نسير مع باشا سلطان بن خلف الرميثي يتواجد على المسار الثالث. أما المركز الرابع من الجانب الثاني والتحركياتي على قدم وساق للمشاركة عن طريق هنا، وصلت هناك ناخذ مطفي الذي قادم احمد بن مطر بن سيف الجابري الذي على المستوى الرابع، والمركز الخامس وين راقب لي من على بعد المتابعة اسماء مشاركة نحو الانطلاق الجميل. يا مصورنا ناخذ اسماء من على بعد المتابعة حيث اني اتعرف الى هذه الشعارات الجميلة والمتابعة. اعود الى مركزنا الرابع الخامس نحو هذه الأصالة، وصلت حاملة رقم 4 حيث أن رقم لم يدوم من على بعد المسار محبة سيد بن أحمد بن خادم الرميثي يتواجد برسم الصدارة. والمركز السادس عندك يا فارس بن علي بن حاضر المزروعي، شكرا يا راعي الصفرة لمتابعة التضمير والتدريب. هذه الأسماء الذي قدمت للمشاركة، هذه الإبداعات الكبيرة. شوط الختام من له الانتصار، من له الابتعاد أول بسير رحلة الأربع الأوائل الذي بهن دائما يزين اللقاء يزين الحوار المتميز، حيث أن الكل له رغبة الإنجاز، الكل له رغبة التحرك الأول. أعود مباشرة مع صوغة مصرة منذ البداية، مسيطر سيطرة تامة سلطان بن خلف الرميذي هو المراقب الأول حتى هذه اللحظات. ولكن مركزنا الثاني أشوف سناك، أشوف الغطوة، السلام يا سلام، راقب لي هذا الأشعار عن طريق هناك مطفي الذي تصل بمتابعة متميزة. المرافق أحمد بن مطر بن سيف الجابري على المستوى الثاني، والمركز الثالث بعود إلى هباشة بالمتابعة. نعود إذن إلى مركزنا الثالث بالتعرفياتي على المتابعة. أشعار بن بشيط الذي قادم عن طريق المتابعة الذيبة وصلت إلى المستوى الثالث. سعيد بن راشد بن سعيد بن بشيط المري المركز الرابع، بعود مع هباشة سلطان بن خلف الرميذي. بكتفي بالأربع الأوائل حتى هذه اللحظات. خلنا بنعود إلى أو هناك محبة قادمة على المستوى من على بعد المتابعة، من على بعد المتابعة محبة على المركز الخامس سهيل بن أحمد بن خادم
الرميثي والمركز السادس عندك يا هناك فارس بن علي بن حاضر المزروعي، شكرا لمصورنا يتجول عبر هذه الأسماء. ومن ثم نعود بكم للمرة الثالثة على التوالي، حيث أن الشوط الختام اقتربنا من لافتة الكيلوين الأخيرين. دير البال يا أبو خلف، دير البال، الحذر مطلوب. بن بشيط بدأ يرفع راية التهديد، وهناك الجابري قادم، وهناك الرميثي كذلك، الموقف خطير للغاية. يا من له الانتصار بهذا الشوط المتميز بعالم هذه الأصالة، شوط المهجنات الرسائل رحل الشاسعة بالفعل، اسماء جميلة تشارك، ولكن الصراع مع البداية. صوغ السلالة غنية عن التعريف، على ما أعتقد بنت صوغان هي المصر الأغرب على الانطلاق الأول. سلطان بن خلف بن خادم الرميثي على البداية، ولكن دير بالك أشوف الذيبة من موقع على موقع غادمة بكل قوة. سلام عليك يا أبو راشد السعيد بن راشد بن سعيد بن بشيط المري على المستوى الثاني. والمركز الثالث هباشة بدأت تهبش الشوط، هبش غادمة بكل قوة، كذلك المرافق أبو خلف، سلطان بن خلف الرميثي. أرصد لي المركز الرابع، يا سلام يا سلام، أصول هناك الأشعار بن مطر وصلت غادمة بكل قوة، أحمد بن مطر بن سيف الجابري على المستوى الرابع، ولكن وين؟ أرصد لي المركز الخامس، وصلت فتنة، وصل أبو علي، وصل فارس بن علي بن حاضر المزروعي على المستوى الخامس. والمركز السادس عندك يا مالك من متابع، هناك محبة السهيل بن أحمد بن خادم الرميثي. يا سلام يا سلام يا سلام، بدينا بالعدد التنازلي، بدينا بإغلاء على الأسماء. الكين متأخر، غادر هذا الكيلو، غادر هذا الكيلو، صوغة مصرة منذ البداية، 4 كيلومترات هي المنصبة، منصبة نفسها بنفسها حتى هذه اللحظات، ومسيطرة سيطرة تامة، اغتلست في الكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الأخير يا أبو خلف، شد الحيل يا أخوي، شد الحيل ودير بالك، من مشيت قادم، وهناك الجابري قادم، الموقف خطير للغاية، دير بالك دير بالك، ما شاء الله، صوغة مصرة، ما صدرت عليها أوامر، ما صدرت عليها أوامر، يا جماهير يا محبين يا مراقبين هذه الأسماء المشاركة، ما شاء الله بدينا بالانفراد، بدينا بالانفراد الأول، خلاص يسيطر أبو خلف، يسيطر كالعادة كالعادة كالعادة، عودنا بإنجازه الماضي. إذا تحية متميزة على فكرة، بدون أوامر، بدون أوامر، مسك الختام، شوط الختام، ابتعاد جميل الغاية، جولة يا مصورة جولة فقط لا غير، جولة مستمرة. ومن ثم خلنا مع صوغة حتى خط النهاية، تستاهل المتابعة. إذا سلام بنطرجة، بنسلم على آل السمحة، بنسلم خصيصا لدعم الرسمي، هناك أبو خلف، شكرا للمتابعة. سلطان بن خلف الرميثي، اللحظات الحاسمة، اللحظات المتميزة، سلام لآل السمحة، سلام على فكر الصوغة، بدون أوامر حتى هذه اللحظات، تهانينا، سلام لآل السمحة والتحية. سلطان بن خلف الرميثي هو من قاد هذا الشوط بجدارة كبيرة، وبالفعل تهانينا وناموس. المركز الثاني لفارس بن علي بن حاضر المزروعي، المركز الثالث عندك لسعيد بن راشد بن بشيط المري، المركز الرابع وصلت بقيادة أحمد بن مطر بن سيف الجابري، والمركز الخامس كان عن طريق هباشة، وصلت سلطان بن خلف الرميثي. مركزنا السادس، إذن بتعرف إلى بقية الأسماء، حيث أن هناك نقدم الشكر والتقدير لجميع المشاركين بشوطنا السادس، تحمل رقم 4 بالتهاني والناموس السهيل بن أحمد بن خادم الرميثي. كل التوفيق لجميع المشاركين. إلى هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لكم من الشكر والتقدير على حسن المتابعة، شكرا مصورنا طه السوداني، استودعكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.